شرح ادوات 3.2، تمام. دول الادوات اللي عليكم مبدئيا، تمام. هتلاقوا الفايل ده موجود في البوست. شرحه مع السريع كده بس. ده شكل الادوات. اول حاجه ده الكوندنسر، المفروض هتجيب منه مقاسين، مقاس صغير ومقاس كبير، او مقاس صغير ومقاس وسط. اهم حاجه تجيب الصغير عشان الكافيتي، تمام. وبعد كده حاجه اسمها كومبوزيت ابليكيتور. الفرق بينه وبين الهول ان باك كارفر ان الكومبوزيت ابليكيتور بيكون عريض زي اللي موجود في الصوره ده، اما الهول ان باك كارفر بيكون مدبب زي ده، تمام. وبعدها ده بول برنشر، وبعدين امالجام كارير اللي هو اخر واحد ده. ده المورتلاند بيسل الجديد منه، مش هتلاقي منه ايه البيسل اللي معاه، هتلاقي ده بس، تمام. ده البراش بتاع البوم بتاع الكومبوزيت. دي الكونترا عندك. بص الكونترا عندك انواع، منها في انواع صيني وفي انواع اللي هي سيرونا والنيسكي. عندك الصيني عندك منها كوكس، وعندك ابل، وعندك النيسكي صيني، في النيسكي مش صيني، وفي سيرونا، تمام. الابل في منها هاي تورك، وفي منها سمول هيد، وفي منها ويزليد. ويزليد معناه اللي هي بتنور في الشغل. يفضل طبعا تجيب اللي هي الهاي تورك، تمام. ما تجيبش ويزليد عشان تتعود على الصعب، ما ينفعش تبدأ بالسهل يعني، تمام. وكوكس نفس الحكاية، في منها هاي تورك وفي منها ويزليد. وسيرونا برضو في منها دي هاي تورك دي، فينا برضو في منها برضو ايه ويزليد. طبعا احسن واحدة سيرونا، تمام. والان اس كي دي بس لو تجيب الان اس كي بتجيبها من التوكيل نفسه عشان في منها مضروب كتير، تمام. انا عن نفسي انا شغال بكوكس اللي هي بكام، 700 جنيه، شغالة زي الفل وهيشتغل معاك زي الفل. اللي عاوز يجيب سيرونا براحته على حسب الفلوس اللي معاك يعني، عاوز تجيب سيرونا، عاوز تجيب كوكس، عاوز تجيب ابل، بس انا بقول لك كلهم شغالين وكويسين جدا، تمام. ده الصور بتاعته، وده كدني ديش، هو ده. ودول الصور بتاع الكونترا. ده الادوات الكومبوزيت اللي هو البونت اللي على الشمال، والسيرنج بتاع الكومبوزيت، والاسيد ايجي، تمام. دول بتشترك فيهم مع بعض، تشتركوا 3 4 5 مع بعض، هما كلهم 170 يعني، يجي على الواحد مش عارف 30 40 جنيه يعني، تمام. عشان كده كده استخدمه اسبوع واحد بس واخر اخر التاني. ده ناتوميك البرنشر. ده واكس دروبر ممكن تستغنى عنه، ده لو معاك بيكتومس هتلاقي فيه. ممكن لو مش عاوز تجيبه متجيبوش، استخدم اللي هو الكاربر بتاع الدنتيشن اللي هو بالزبون بتاعه. ده بتاع الرموف، ادوات الرموف اللي هو الواكس الجرين، وعندك المش ورك اللي هو الاحمر ده، والكلاسب اللي هو الاخضر ده اللي هو ده وده، والبر اللي هو اللي هنا خالص ده. في منه لونين، اخضر وازرق، ما تجيبوش الازرق اللي هو في الصوره ده، هاتوا الاخضر احسن، بيلزق احسن. والواقي بتاع الواكس باتر اللي هو اللي هناك ده اللي هو الازرق خالص، تمام. ده بالنسبة لو هتجيب منه قد ايه. بالنسبة للجرين ده بتستخدمه كتير، ممكن تجيب منه 3، والاحمر ده تجيب منه 3، والباقي تجيب منه كل واحد ما عدا البار تجيب منه على الاقل 3 4، تمام. وده بالنسبة للامالجم بتستخدموه، يفضل تجيب حوالي 25 واحد. الامالجم الواحد ب8 جنيه 9 جنيه، تجيبوا ارخص انواع اللي هي الصيني او المصري، تمام. العلبة فيها 50، ممكن تشترك انت وصاحبك تجيبوا علبة، او تجيب 25 لوحدك يعني عادي، تمام. وبالنسبة للكمبوزيت والبوند والسيرنج برضه هات ارخص نوع. نيجي بقى الجلاس اينومر والكالسيوم هيدروكسيد. بص استخدامه قليل جدا، هي يعتبر اول اسبوع بس هتستخدمه، وتعلم ازاي تعمل ميكس. اهم حاجة تعلم ازاي تعمل ميكس عشان مش هيعلموك لما تخشوا كلينك، تمام. ده شكل الكالسيوم هيدروكسيد، 2 انبوبة. الجلاس اينومر هيبقى عبارة عن باودر وليكويد، تمام، بس مش معايا الصورة دي. هات ارخص نوع من الجلاس اينومر ب30 جنيه. للأسف الكالسيوم هيدروكسيد ده جالي نوع 150. لو رأيي تشتركوا فيهم برضو زي الكومبوزيت كده، تعلموا الميكس وكده زي الفول يعني، برضو هيجي على الواحد فيكم مثلا لو اشتروا 5 مع بعض ممكن يجي على الواحد 40 جنيه يعني، كلام فاضي يعني، تمام. دول الأدوات كلها اللي عليكم، تمام.
وانا كاتب بالعربي برضو علشان ايه اللي مش بيسمع الفيديو. عندك التريبل ستون دي بتستخدمها في فيكسد عشان تعمل فينير، هي باشنج دي عامة. تمام. والاسنان، بالنسبة للاسنان هجيبها برسنتر عشان الفيكسد على 20 سنة مثلا. بالنسبة للأوبراتيف، لو انت معاك اسنان معمول لها كافيتي هتشتغل عليها عادي، لو مش معاك هتضطر تشتري وتعمل ايه كافيتي. هتجيب سنتين لور بريمولر وابر كمان سنتين علشان الريموف. تمام. والكاستات، بالنسبة للكاستات للأسف الجامعة ما فيهاش المضادات اللي انت تعمل 12 كاست اللي انت تمتحن عليهم، عشان كده 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 هتضطر تشتري من بره. عشان كده انت كده كده معاك جبس من الترم الأول، هتصب على الكاستات اللي هي موجودة وهتعلم عليها الشغل، يعني ازاي تعمل الشغل، وبعدين تشتري 12 كاست عشان تمتحن عليهم. تمام. اه بالنسبة للكونترا انت ممكن تجيبها الترم ده او الترم الجاي، كده كده لو استخدمتوها هتستخدموها اخر اسبوع، كده كده مفيش وقت، يعني الأمالجم بياخد وقت في التدريب، عشان كده تستخدمه أول أسبوع في سنة رابعة. يعني لو عاوز تجيبها دلوقتي هاتها، عاوز تجيبها ايه السنة الجاية هاتها. والأسعار كلها اللي مكتوبة في الفايل دي تقريبية. دول شوية الأدوات، دول ملهمش لازمة أنا كاتب عليهم، دول الأدوات المفروض يكونوا معاك من الترم الأول. تمام.